إذن محاولة كانت لكاربانينكوف ديمتري من فرنسا. على طاولة القفز أو حصان القفز الدوران في شكل متكور. إذن هناك ثلاثة لفات تحسب له، يعني كل ما كانت عدد الحركات بالنسبة للاعب الجمباز أكثر، وأيضا ترتقي إلى مرحلة يعني واضحة من الصعوبة تحتاج إلى التطور، يعني تحسب إيجابيا في علامات هذا اللاعب لاعب الجمباز.